النهارده الحقيقه حلقه مهمه جدا جدا جدا، هتكلم فيها بشكل واضح وصريح مع كل جمهور النادي الاهلي كالعاده، يعني زي ما بنعمل دائما. هتكلم مع حضراتكم في اشياء هامه جدا تخص ما حدث في المباراه الاخيره امام نادي بلاتيني، وهبقى واضح جدا وهبقى محدد في بعض الرسائل. اربع رسائل انا هعمل، اربع رسائل. لاولا الرساله الاولى، الرسالة الأولى وهي لكل من يتكلم ويقول إن النادي الأهلي لن يصعد عن هذه المجموعة بسبب تعادله مع نادي بلاتيني. طيب، للناس اللي بتتكلم في هذا الموضوع، هو النادي الأهلي لو كسب المباراتين القادمتين أمام النجم الساحلي إن شاء الله يوم 24 وأمام الهلال السوداني في أول فبراير، هل النادي الأهلي هيبقى صعد ولا ما صعدش؟ بالورقة والقلم النادي الأهلي هيصعد إذا كسب المباراتين القادمتين كأول عن هذه المجموعة. طيب، أنا هاخد مع حضراتكم كل الاحتمالات. إذا النادي الأهلي تعادل في مباراة النجم وكسب مباراة الهلال، يبقى النادي الأهلي هيصعد تاني لهذه عن هذه المجموعة كتاني. إذا النادي الأهلي لا قدر الله اتغلب في مباراة النجم ونادي الهلال السوداني اتغلب مثلا في مباراة بلاتينيا، وبعد كده رجع كسب الهلال أو أي حاجة حصلت في إطار هذا الموضوع، خليني أقول لحضراتكم أن ما زالت الأمور في أرجل لاعبي النادي الأهلي. النادي الأهلي، وعشان أكون واضح وصريح مع حضراتكم، أدى أداء سيء في هذه المباراة، مباراته الأخيرة أمام بلاتينيا، أدى أداء سيء، وده مش كلامي ولا كلام أي حد، ده كلام المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر، اللي كان مقتنع جدا بهذا الكلام. والرجل الحقيقة خلاني أو خلى ثقتي في هذا الرجل وفي اختياره أن يكون مديرا فنيا للنادي الأهلي زادت جدا جدا جدا، لأنه كان رجل واقعي جدا وكان شايف أن المباراة دي إحنا كويس أن إحنا تعادلنا فيها ويدوبك نستحق التعادل في هذه المباراة. ده كلام ريني فايلر في المؤتمر الصحفي، فده يخليني أبقى أثق أكتر في هذا الرجل وأبقى مطمن أكتر في هذا الرجل، إن هو رجل واقعي حقاني بيقول اللي هو شايفه من وجهة نظره، فيبقى احنا ماشيين في الطريق الصح. ده مبدئيا. طيب، البعض يرى، وانا سمعت ناس كتيره بتتكلم في هذا الموضوع، منهم لاعبين كبار وكباتن كبار لمنتخبنا الوطني وكذا، بيتكلموا بيقولوا ان النادي الاهلي، مش عايز اسمع مبررات ان النادي الاهلي اصل الجو، اصل الحراره، اصل الملعب. على فكره دي مش مبررات، دي حقائق واقعيه. اي حد لعب كره قدم في افريقيا عارف الكلام اللي انا بقوله ده. اي حد لعب كره قدم في افريقيا عارف ان لما بتروح تلعب في بلد بتبقى فيها الرطوبة عالية بتؤثر عليك سلبيا ولو بنسبة 20% فقط أو 15-20%، يعني بتقلل من مستواك. ده أغلب اللاعبين المصريين بالمناسبة عارفين الكلام ده كويس، أو كل اللعيبة المصريين اللي لعبوا في أفريقيا عارفين الكلام ده كويس جدا. الحرارة، المطر، أرضية الملعب، كل ده بيؤثر بشكل سلبي، ولكنها ليست مبررات للأداء الهزيل اللي ظهر به النادي الأهلي في 90 دقيقة، لا مش 90 دقيقة، في 60 دقيقة لم يكن النادي الأهلي جيدا في هذه المباراة، ويا دوبك ال 20 ولا ال 25 دقيقة اللي النادي الأهلي ضغط فيهم جاب جون وأحرز هدف لم يحتسب، أحرز هدف من وجهة نظر، من وجهة نظرنا ومن وجهة كل الخبراء، نظر خبراء التحليل التحكيمي شايفين أن هو هدف صحيح، وكهربا اضاع هدف واضعنا هدف ثالث في تلت ساعه اللي لعبناها. اذا انا عندي فريق جيد، عندي فريق يستطيع ان يهزم النجم الساحلي، عندي فريق يستطيع ان يهزم الهلال السوداني في عقر داره، عندي فريق رائع جدا تم تكوينه من شهر يناير السابق، مش اللي احنا فيه ده، شهر يناير 2019. فبالتالي النغمه اللي ماشيه دي تقول لك اصل النادي الاهلي مش هيطلع او مش هيصعد، بالمناسبه لا قدر الله ممكن يحصل هذا الكلام، ولكن هي رساله واضحه للناس اللي بتتكلم في هذا الموضوع. ما تنسوش ان انتوا بتتكلموا على النادي الاهلي. ما تنسوش ان انتوا
ما تعرفوش النادي الاهلي كويس، ما تعرفوش النادي الاهلي خالص، مش ما تعرفوش النادي الاهلي كويس، اللي بيتكلم بهذا الشكل وبهذا الاسلوب ما يعرفش النادي الاهلي، ما يعرفش ان احنا عندنا لاعبين على اعلى طراز وعلى اعلى مستوى. ودي رساله واضحه لكل الناس دي، للناس اللي بتتكلم، انتظر بس اهدى شويه لغايه ما بعد مباراه الهلال السوداني. بالمناسبه لا قدر الله ممكن تتعادل في المباراه القادمه، مباراه النجم الساحلي، وتكسب مباراه الهلال، هتصعد. هتصعد، انت مش هتنتظر حد يعمل لك هديه. الموضوع لسه ما زال في ارجل لاعبي النادي الاهلي.